أول مرة تجتمع مصر بعد فرقة وتفرقة في أعياد واحدة كريمة يشترك فيها الناس أجمعون من كل دين ومن كل طائفة. بل كم سهرت القرى والمدن الليالي تنتظر ركب الثورة وهو يسعى إلى قراهم وبلادهم، فيرابطون عند مشارف الطرق حتى يستقبلوا إخوانهم ويرافقوهم إلى بلادهم. كان هذا وأكثر من هذا هو لقاء أبناء الثورة بأبناء الوجهين البحر والقبل، وكان هذا وأكثر من هذا هو التجاوب بين قاهر الظلم والاستبداد وبين الذين عاشوا دهورا تحت نير الظلم والاستبداد. كانت زيارات ركب الثورة إلى البلاد وإلى القرى غزوا للقلوب وربطا للأرواح وشدا للعزائم وفرحة للنفوس وأملا لمصر في يوم النصر الكبير. وعاد قائد الثورة وأبطالها إلى العاصمة يجدوها قد خرجت كلها تستقبلهم كما خرجت منذ أيام قبلها تودعهم. وحرص الرئيس القائد على لقاء الأمة في كل مناسبة هو وإخوانه يعرضون عليها صفحات الثورة وأعمالها المجيدة، ويوجه خطابه بعد مرور 3 أشهر إلى أبناء النيل الحبيب. أبناء وادي النيل، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإنه لا يسرني أن أتحدث إليكم في هذا اليوم التاريخي العظيم حديث المواطن الحر إلى مواطنيه الأحرار، وأن أتوجه وأن تتوجهوا معي بالشكر إلى الله العلي القدير الذي كلل حركتكم بالنصر وتوج هاماتكم بالفخار.